بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه رسالة أوجهها لمن ينكر الإسراء والمعراج. بكل بساطة نريد أن نتحدث اليوم أيها الأحبة بشكل علمي ومنطقي، بعيدا حتى عن الأحاديث والروايات، فقط سنلجأ إلى لغة العلم والمنطق والقرآن العظيم. بكل بساطة يقولون إن أكذوبة المعراج وضعها أحد الناس ونسبها للنبي وهي أسطورة. طيب ماشي، هذا الذي افترى على النبي كذبا. أنا سأمشي معكم دائما، أنا أخذ الشبهة وأسير معها، سأرى إلى أين ستوصلني. يعني هذا أسلوب، أنا لا أنكر الشبهة فورا، حتى لو قلت لي هناك إله آخر أنا سأمشي معك وسأرى إلى أين سأصل. يعني حتى هذا منهج قرآني أيها الأحبة. يعني عندما ادعى النصارى أن الله له ولد سبحانه وتعالى، تعالى عما يشركون، القرآن قال لهم طيب لنفرض هذا جدلا، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني لو كان هناك فعلا ثبت أن الرحمن اتخذ ولدا سبحانه وتعالى فأنا أول من يسجد له، ولكن المنطق والعلم يقول ليس له ولد، لأن الإله أيضا إذا أردنا أن نفكر بشكل منطقي سنجد أن بداية أول شيء ماذا كان؟ كان الله وابنه أم الله فقط، ثم جاء بابن. إذا قلنا كان الله معه ابن منذ الأزل، طيب لماذا ليس الإله واحد؟ وإذا قلنا أن الله كان واحدا ثم أحب أن يتخذ ولدا، إذن ما حاجته للولد وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. الله هو الغني عن عباده، الخالق لا يمكن أن يتخذ ولدا لأنه ليس بحاجة للولد، نحن بحاجة للولد يعيننا على مصاعب الحياة، أما خالق الكون ليس بحاجة لولد. كذلك بالنسبة لمن ينكر المعراج، نقول هناك شخص افترى على النبي صلى الله عليه وسلم واخترع أسطورة المعراج، تمام، ووضعها في الكتب ونقلها علماء الحديث والفقهاء، وكلهم ضحك على كل هؤلاء الناس، لا مشكلة. طيب هذا الشخص هل هو مسلم أم ملحد؟ سؤال. المسلم لا يمكن أن يفتري على النبي، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ويقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والذي وضع هذه الرواية لابد أنه يعلم هذا الحديث، ويعلم أن الكذب على النبي وعلى الله هو افتراء على النبي وعلى الله، والله تبارك وتعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ظالم، هذا الذي يفتري على الله وعلى رسوله هذا إنسان ظالم جدا أيها الأحبة. إذن إما أن يكون مسلم أو ملحد، ظالم. طيب المسلم قلنا لا يمكن أن يضع رواية مثل هذه، إذن بقي لدينا احتمال هو الملحد. طيب لماذا الملحد يضع رواية يعظم فيها النبي؟ المعراج من أعظم معجزات النبي على الإطلاق. لماذا أيها الأحبة؟ لأن فيها اختراقا لحاجز الزمان والمكان. العلماء اليوم في القرن 21 عام 2022 أبعد نقطة استطاعوا الوصول إليها بالبشر هي القمر، يعني أقل من 400 ألف كيلومتر، يعني هذه المسافة تعتبر ذرة في المجرة، فما بالك بالنسبة للكون 13 مليار سنة ضوئية، و13 مليار سنة ضوئية هذه المسافة الهائلة هي دون السماء الدنيا. لدينا سبع سماوات، أحسب كم من المليارات من السنوات. عندما تقول هناك بشر اخترق كل هذه المسافات وبلمح البصر
وعاد إلى فراشه في نفس الليلة، أسري به عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أكثر من 2000 كيلومتر. وهناك أراه الله من آياته سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما هو الهدف؟ لنريه من آياتنا، لأنه نبي، نبي من أعظم الأنبياء، خاتم الأنبياء، سيختم الله به الرسالات، سيكون سببا في هداية المليارات من البشر. لا يمكن أن يأتي الله بشخص عادي ويضعه هكذا، لا، يجب أن يعني نحن اليوم إذا أردنا أن نرسل شخص نسلمه مدير نخضعه لدورة تدريبية مدير على مستوى مدير لديه 10 موظفين أو 100 موظف، نخضعه لدورات تدريبية وربما خارج البلد، يعني يذهب في دورة تدريبية ويعود. طيب بالله عليكم، هذا نبي مرسل من خالق الكون، فيجب أن يؤخذ في رحلة كونية ليطلع على الكون، يطلع على لكي يحدث لديه يقين كامل ليستمر بهذه الدعوة ويؤديها على أفضل وجه. طيب بالنسبة لهذا الشخص الذي يستغرب أن النبي صعد في معجزة، طيب لا تستغرب أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب لا تستغرب أن هذا النبي جاء بالقرآن العظيم الذي فيه معجزات أعظم من المعراج، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. لا تستغرب معجزة سيدنا موسى، سيدنا موسى الذي شق له الله البحر وغير قوانين الفيزياء وقوانين الطبيعة من أجل أن تحدث هذه المعجزة. فقط عند هذه النقطة تتوقف وتقول هذه أسطورة. يعني هذا الكلام أيها الأحبة أنا أتصور أنه غير منطقي وغير علمي، أتصور أنه غير علمي على الإطلاق، لأن الذي يصدق أن موسى انشق له البحر ويصدق أن سيدنا عيسى أحيا الموتى، لا يستبعد عن عقله أن يصدق أن النبي صعد في رحلة الإسراء والمعراج. ما هو المانع يعني؟ بل لماذا نكذب؟ طيب نعود، هذا الملحد الذي افترى على النبي كذبا، يا هل ترى كيف اختار الاسم الصحيح المعراج؟ لماذا لم يسميه رحلة الصعود إلى السماوات؟ لماذا اختار اسم معراج؟ هذا الاسم علميا اسم صحيح، لو كان اسمه الصعود لكان اسم غير صحيح. تعلمون لماذا؟ لأن الحركة في الكون يجب أن تكون حركة تعرجية. لا يوجد في الكون أحبتي في الله حركة مستقيمة ولا حركة دورانية ولا حركة، الحركات كلها تعرجية هكذا موجية. من الذي أخبر هذا الشخص الملحد الذي افترى على النبي هذا الحديث أن كلمة المعراج دقيقة من الناحية العلمية؟ هذا يثبت أن هذا الملحد لديه إعجاز علمي، وهذا غير منطقي. طيب ما الذي يدعو هذا الملحد أن يمدح هذا النبي ويعطيه معجزة كبرى؟ نحن نعلم أن الملحدين والمشككين وأعداء الإسلام والمنافقين يعملون على تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم ملحدا الآن، افتحوا على الإنترنت، هل رأيتم ملحدا واحدا في العالم الآن يتحدث ولو بكلمة طيبة عن أخلاق النبي؟ يعني أحبتي في الله، نحن نرى الملحدين يشتمون، يشوهون، ينتقصون من حق النبي. لم أرى ملحدا واحدا مدح النبي ولو بكلمة موجودة فيه. لم أرى ملحدا أنصف هذا النبي وقال والله إن هذا النبي إنسان جيد لأنه حرم الخمر، مع أنها واضحة وضوح الشمس. لم أرى ملحدا قال والله هذا النبي يعني لديه أشياء إيجابية، أنه نهى عن وأد البنات،
نهى عن الظلم، نهى عن قتل النفس إلا بالحق، النفس التي حرم الله، نهى عن الميسر القمار، نهى عن الزنا. هذه أشياء إيجابية لا أحد يذكرها. تريد من هذا الملحد أن يضع معجزة كبرى للنبي ويخترعها ويقول انظروا نبيكم كم هو عظيم. إذن فكرة أن أحدا افترى على النبي هذه الحادثة فكرة غير منطقية، متناقضة مع نفسها. واسم المعراج يثبت أنه اسم موحى به إلى النبي وليس اسم بشري. اسم الحادثة المعراج تدلك على أن الذي وضع هذه القصة يعلم المسار الحقيقي الذي سلكه النبي في السماوات، وهو طريق متعرج مطابق للحقائق العلمية، وهذا لم يكن أحد يعلمه زمن النبي. أيها الأحبة، هذه المعلومة نحن اليوم نعلمها فقط في عصر الفضاء، عندما تمكن العلماء من الخروج خارج الأرض، علموا أن الأجسام لا تسير بخط مستقيم، لا تصعد صعودا، إنما تسير بخط متعرج. لذلك القرآن ماذا قال؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يصعدون، لا يسيرون، لا يدورون، لا يمشون، لا يعرجون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني حركة تعرجية، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذن أيها الأحبة، بالنسبة لرؤية النبي النار والجنة وأحداث المستقبل، هذه تثبتها النظرية النسبية. أنت بالنظرية النسبية تستطيع أن ترى الماضي والمستقبل. أنت إذا سرت بسرعة أسرع من سرعة الضوء تستطيع أن ترى الماضي، وعند سرعة محددة ترى المستقبل، الأحداث التي لم تحدث بعد. طبعا هذه نظرية، اسمها نظرية، يعني من الناحية النظرية ممكن، يعني أنا بالنسبة لي علميا من الناحية النظرية يمكن رؤية الغيب أو المستقبل، ولكن عمليا غير ممكن، لأنني سأحتاج إلى معرفة معادلات رياضية كثيرة جدا فوق طاقة البشر. يعني أنا الآن أستطيع، العلماء يقولون طبعا نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل نظريا إذا استطعنا اختراع كمبيوتر أكبر من حجم الكون ولديه سرعة هائلة جدا لا نهاية، سرعة يمكن أن تعرف المستقبل، ولكن هذا خارج استطاعة البشر. لذلك الله تعالى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. إذن مفاتح الغيب عند الله، لا يعطيها لأحد إلا من يشاء من عباده. فعندما أخذ الله عز وجل حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم في رحلة كونية عظيمة جدا هي المعراج، أخذه ليريه من آيات الله، لنريه من آياتنا الكبرى آيات عظيمة جدا. ماذا قال فيها؟ انظروا إلى سورة النجم أيها الأحبة ودققوا لماذا بدأت بالنجم. هي السورة الوحيدة التي استخدم الله في مقدمتها آية كونية، الآيات الكونية تذكر داخل السور بعد عدة آيات، ولكن هنا منذ أول آية يقول لك والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى. هذه الظاهرة لم يكتشفها العلماء إلا في القرن الحادي والعشرين، ونحن وضعنا عدد من الفيديوهات وقتها، قلنا اكتشف العلماء أو رصد العلماء سقوط نجم في ثقب أسود وصوروه كيف يهوي يدمر ويهوي هذا النجم داخل الثقب الأسود، يبتلعه هذا الثقب الأسود ويحوله إلى غبار. وقال العلماء إن ظاهرة سقوط النجوم ظاهرة معروفة جدا وظاهرة كونية تحدث كل لحظة. عندما يأتي القرآن ويقول لك والنجم إذا هوى بصيغة القسم، يستخدم ظاهرة كونية، من يخرج
عبر المجرات يرى هذه الظاهرة. إذا استطعنا أن نخرج أيها الأحبة خارج الأرض وخارج المجموعة الشمسية وتجولنا عبر مجرتنا، سوف نرى بعض الثقوب السوداء أثناء هذه الرحلة لو قدر لنا ذلك طبعا، وسوف نرى كيف أن النجوم تهوي داخل الثقوب السوداء التي يعتبرها العلماء يعتبرونها مقابر كونية بفعل جاذبيتها الهائلة. والفيديوهات موجودة على القناة، من أحب أن يطلع عليها، بالإضافة لي الموقع الإلكتروني موجودة هذه الدراسات والأبحاث. إذن أيها الأحبة، نحن اليوم نريد أن نتأمل علميا، هل هناك دليل علمي؟ نعم، الذي خلق الكون يستطيع أن يأخذ حبيبه في رحلة كونية. هناك طريقة اقترحها بعض العلماء للسفر عبر الكون وعبر الزمن من خلال اختراق الكون وما يسمى بالثقوب الدودية، تستطيع أن تسير مليارات السنوات الضوئية بلمح البصر. هذا نظريا ممكن، يعني لماذا تستغربون إذا كان العلماء يقولون هذا الأمر ممكن من الناحية النظرية، من الناحية النظرية ممكن، فلماذا تستغربون هذا الأمر؟ يعني علميا ممكن، لماذا ننكره؟ المعجزة هنا أيها الأحبة أن النبي اخترق حاجز الزمان، أنه سار مليارات السنوات الضوئية في زمن قصير جدا، واخترق حاجز المكان، أنه تجاوز حدود المكان وقطع هذه المسافات الهائلة جدا في زمن يمكن أن يكون بلمح البصر. إذن رحلة المعراج من الناحية العلمية منطقية، ليس فيها شيء، ولكن نحن كبشر ليس لدينا الأدوات، الذي ينقصنا هي الأدوات التي نطبق بها هذه الأدوات، ليست لدينا، ولكن المنطق يقول، العلمي يقول هناك إمكانية للعروج في السماء. طيب هذا أمر. الأمر الثاني، هذا الملحد الذي يريد أن يفتري على النبي، ما الذي أخبره ماذا يحدث في نار جهنم وماذا يحدث في الجنة وهذه التفاصيل الدقيقة من أين جاء بها، وبخاصة عذاب تارك الصلاة والعياذ بالله، عذاب من يمشي بالنميمة بين الناس، عذاب المجرمين، لماذا يضع هذه الرواية يعني؟ وكيف استطاع أن يضحك على كل هؤلاء العلماء بمن فيهم البخاري وأصحاب السنن، وضحك على كل هؤلاء، وضحك على الفقهاء، وضحك على العلماء المسلمين، كل هؤلاء ضحك عليهم هذا الملحد ويريد أن يقول لهم إن نبيكم عظيم. هل رأيتم ملحدا يمجد بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا حادثة المعراج ليس فيها أي تشويه لسيرة النبي على فكرة، بينما نجد في كتب الروايات التاريخية مثل تاريخ الطبري أو ابن كثير، نجد الكثير من الروايات التي تقدح بالنبي وبأخلاق النبي وتتهمه بالظلم، تتهم هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام بالظلم، وهذه وضعها ملحدون. نكذب هذه الروايات لأنها تشكك بهذا النبي وبأخلاقه، ونقول إن الملحد من المنطق أن يضع رواية كهذه. الشيء الثاني أيها الأحبة، سورة النجم بدأت بظاهرة كونية لم تكتشف إلا حديثا، والنجم إذا هوى، لماذا؟ لأنه يريد أن يحدثك عن معجزة كونية يعني لم يبدأ مثلا بآية على الأرض يقسم بالأرض ذات الصدى، لم يقسم بالرياح، لم يقسم بمثلا بالقرآن، لا، أقسم والنجم إذا هوى، أقسم بظاهرة كونية يراها من صعد إلى السماء، وهي ظاهرة سقوط النجوم في الثقوب السوداء، كيف تهوي هذه النجوم. طيب، بدأ بآية كونية، معجزة كونية، ليحدثك عن معجزة كونية أخرى حدثت للنبي. ماذا قال تعالى؟
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، يعني أنتم تكذبونه في رحلة المعراج، ولكن الله يقول لكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. مهم هذه الآيات أيها الأحبة، تقول فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى إلى عبد، إذن النبي كان قريبا من الله عز وجل. السورة تتحدث عن اقتراب النبي، دنا فتدلى، ومن الغباء سمعت أحدهم يقول دنا فتدلى يعني سقط للأسفل. كلمة دنا لا تعني أنه نزل، دنا اقترب، الدنو هنا بمعنى القرب والانخفاض، يعني أنت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي ذر، سيدنا أبو ذر قال أوصاني خليلي بسبع ودمعت عيناه رضي الله عنه، إحدى هذه السبع أدنو من المساكين وتقرب منهم. ما معنى أدنو؟ يعني انزل تحت المسكين، لا، أدنو يعني اخفض له جناحك، تواضع له، ليس أن تنحني أو تنزل تحته، يعني هؤلاء لا يفهمون اللغة العربية حتى. ثم دنا فتدلى، أي أن الله قربه منه في مرتبة لا يستطيع أحد أن يقترب إليها، وهي المرتبة التي سيدنا جبريل لم يستطع أن يتجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، واقترب من ربه فأوحى إلى عبده ما أوحى. تريدون الملحد أن يركب لكم هذه التفاصيل الدقيقة أيها الأحبة، وهو ملحد، قلنا المسلم لا يمكن أن يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ذلك ما الذي حدث؟ قال لك ما زاغ البصر وما طغى، أفتمارونه على ما يرى؟ تناقشونه وتجادلونه وتشككون فيما يقول؟ طيب فسر لي يا من تنكر رحلة المعراج، ما معنى أفتمارونه على ما يرى؟ ما الذي رآه وكذبه المشككون؟ هذه الآية لك أنت يا من تنكر المعراج، هذه الآية تخاطبك أنت، تقول لك أتنكر ما رآه النبي؟ أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، يعني القرآن طلاسم ورموز، ما معنى عندها جنة المأوى؟ على الأرض، يعني في مكة ولا في المدينة جنة المأوى؟ أين؟ في السماء. لم يقل جنة هكذا عندها الجنة، لا، قال عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى النجوم وهي تسقط في الثقوب السوداء، رأى المجرات، رأى الكون. لذلك هناك أحاديث كثيرة أيها الأحبة عن الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة. حبيبنا عليه الصلاة والسلام جاء بمعجزات كونية في كلامه هو، ليس في القرآن، في كلامه، حدثنا عن البرق، حدثنا عن الجبال، حدثنا عن السماء، عن الكون، معجزات كثيرة. من أحب أنا وضعت أكثر من معجزة، 100 معجزة كونية للنبي عليه الصلاة والسلام على موقعي على الإنترنت وعبر اليوتيوب والفيسبوك، تجدونها مفصلة. طيب بالله عليكم، يعني الملحد يستطيع أن يؤلف رواية كهذه بهذه التفاصيل؟ والقرآن يأتي ليقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن الذي ينكر حادثة المعراج ما هو هدفه؟ سؤال، سنعكس الآية الآن، سنعكس القضية. أنت الآن تنكر معجزة للنبي، ما هو هدفك؟ أعطيني هدف. هل تريد أن تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار معجزاته؟ يعني اليوم لو فرضنا إنسان أخلاقه رائعة ولديه كرم عظيم لدرجة أنه لا يصدق، الكرم الذي لدى هذا الشخص يعني تعجب من كرمه، إذا جاء شخص وقال لك يا أخي هذه خرافات، لا تصدق أن هذا الشخص كريم إلى هذا الحد، طب هل هذا يريد أن يرفع من شأن هذا الشخص
أم يحط من شأنه، الذي ينكر معجزة للنبي، هل يريد أن والله لو كانت فعلا هذه المعجزة ألفها ملحد، هذا الملحد خيرا منكم. يعني لو فرضنا جدلا أن الذي ألف أسطورة ما يسمى، يعني تسمونها أسطورة المعراج، لو اعتبرناه أحد الملحدين، هذا أفضل منكم، لأنه رفع من قيمة النبي وهو ملحد، وأنت تدعي الإسلام وأنت تحط من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، عند التفكير بشكل علمي ومنطقي وحيادي، والله ستصل إلى أن هذه المعجزة حدثت، وآيات القرآن لا تستطيع أن تفسرها بأي طريقة أخرى. عندها جنة المأوى، قل لي ما هي جنة المأوى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. القرآن العظيم يحدثنا أن الوحي يتم عن طريق سيدنا جبريل، إلا في هذه الآية وحي مباشر، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى ما زاغ البصر وما طغى؟ ما معنى وما ينطق عن الهوى؟ فسر لي هذه السورة. أن النبي كان في على الأرض ورأى هذه الآيات، طيب ماذا رأى؟ أعطني ماذا رأى، وكيف فأوحى إلى عبده ما أوحى، وكيف ما زاغ البصر وما طغى، ماذا رأى النبي؟ رأى أشياء عجيبة طبعا، تحدث عنها بعد أن جاء من رحلة المعراج. طيب ما معنى لقد رأى من آيات ربه الكبرى؟ أعطوني تفسير لهذا. ما معنى عندها جنة المأوى؟ كيف عندها جنة؟ طيب سدرة المنتهى، أين هذه سدرة المنتهى؟ في مكة، هذه السورة مكية نزلت بمكة المكرمة. يا هل ترى جنة المأوى في مكة؟ أين جنة؟ ليس فيها جنات أصلا مكة، يعني واد غير ذي زرع، منطقة صحراء قاحلة. أين جنة المأوى التي رآها النبي؟ أين سدرة؟ لا تستطيع أن تفسر هذه الآيات إلا أن تعتقد أن المعراج حدث، وأنه معجزة من أكبر المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه تجاوز حدود الزمان والمكان، وأن هذه المعجزة تشهد بصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.